عمرو، اهلا بيك وبالساده مشاهدي قناه النيل في كل مكان. بالفعل انا في محيط جامعه القاهره الان، وبالتحديد في ميدان النهضه، وتعازينا للشعب المصري على فقيد الشرطه والمصابين. والان يعني اتحدث الى بعض شهود العيان، وكما ترى من خلفي بعد ان انتهت وزاره الداخليه وقوات الامن من تمشيط المكان المحيط بجامعه القاهره وبالاماكن المحيطه بجامعه القاهره وقوات الامن والمفرقعات والخبراء، يعني اصبح الان طريق النهضه تم فتحه الان كما ترى من خلفي منذ لحظات قليلة، تم فتح الطريق وسير حركة المرور في داخله. ولكن معي بعض شهود العيان الذي يرون لنا ما شاهدوه اليوم. أتعرف بحضرتك؟ المهندس سعيد عبد الحليم من الجيزة. ما شاهدته اليوم؟ يعني اشرح لي ما شاهدته اليوم. أنا النهاردة كنت قريب من ميدان الجيزة، وأعرف إن أي حاجة بيجي لي، ناس أصدقائي طلبوني في التليفون، الحق ده في ضرب في انفجار عند الجامعة. ده أنا دايما بروح الأماكن دي، بقف مع الشرطة، وأقف مع الكلام ده. فمجرد وجودي في المكان ده حصل انفجار وانا داخل على الجامعه، وكل بتوع الامن عارفيني، يعني بقف متعاون مع الجيزه. فحصل انفجار تاني، كان تالت انفجار كان حصل، اني توفى العميد طارق المرجاوي، وده مدير مباحث غرب الجيزه. ومن الشخصيه الجنازه الان، وحضر الى الجنازه الرئيس الوزراء. انا كنت رايح دلوقتي عشان الزحمه، كنت رايح المستشفى لان لفيت عشان احضر، لانه صديق شخصي وكلفني ياما كتير بحاجات وراجل يعني طيب. رسالة للشعب، رسالة للشعب، كيف نقضي على الارهاب او كيف نواجه الارهاب؟ كلنا لازم نعرف ان ده عمل خسيس اولا، زائد ان دخلوا ناس ضعيفة النفوس استغلوها الاخوان في غسيل مخ وكلام زي كده. وده عيب عندنا ان كل واحد ولي امر عنده اولاده يراعيهم ويشوفهم ماشي ليه ويقول له يوعيه. شكرا لزوجة حضرتك. معي بعض شهود العيان. كان هناك شهود عيان عمرو كما قلت لك منذ قليل كسر في المكان الذي وقع فيها الانفجار الثالث، ومعي شاهد عيان اخر ليصف لنا ما حدث وكان شاهدا على الانفجار عندما وقع. الاولاني مش الثاني. الانفجار الاول. الاولاني كان قصاد الغرفه اللي هي قصاد جامعه القاهره الناحيه الثانيه، النقطه اللي هي بيقعد عندها العربات اللي هي المدرعه والعربات بتاعه الامن المركزي وكده. اول انفجار حصل على الساعه 11 ونص 11. الاولاني يعني ما بين كل وقت. كيف شاهدت الانفجار؟ انا كنت جنب السور بتاع الجنينه بس من جوه. تمام. الانفجار لما قرب انا كنت ما بيني وما بينه بتاع 30 متر، انا واللي معايا كلنا وقعنا في الارض. ده الانفجار الاولاني بس. عمرو، يعني كما سمعت منذ قليل من شيء احد شهود العيان، قال انه كان متواجدا اثناء الانفجار الاول الذي وقع في 11:30، وسقطوا على الارض جميعا من شده الانفجار. الان تم فتح طريق النهضه وحركه المرور تسير في داخله بعد ان تم التمشيط وبعد ان غادرت عربه التشويش التي كانت متواجده لتامين الخبراء، لانه كان يتوقع ان تكون هناك قنابل اخرى، كان يتوقع ان تكون هناك قنابل اخرى يتم تفجيرها عن بعد من خلال التليفونات المحمولة. لكن عربية التشويش غادرت المكان منذ قليل، وعربات الشرطة كما تشاهد الآن تتحرك. طيب من المكان يعني بعد أن نشطوا المكان، بعد أن تم تمشيط المكان بصورة كاملة، وقوات الأمن تغادر المكان الآن، قوات الشرطة وقوات. طيب مصطفى، يعني لقطات حية بشكل مباشر حتى نرى نكون متواكبين. عفوا عمرو، لم أسمعك يعني. جيدا يعني نعم، لقطات حية كما تشاهد عمرو، هذه لقطات يعني حية. والآن تغادر عربات الشرطة المكان، المتواجدين في أمام ممكن يعني نرجو أن نفتح الطريق للكاميرات. الطريق أمامك الآن عمرو، والكاميرا تصور الآن الطريق بعد أن تم فتحه الآن، وعربات الشرطة غادرت مكان الحادث الآن بعد أن تم تمشيط وتم التأكد وتم أخذ البصمات وأخذ العينات الذي كانت قوات الأمن وقوات خبراء المفرقعات يرغبوا في أخذها للمعمل الجنائي لتحليل ومعرفة المواد المستخدمة في الانفجار. يلا بزيد. عمرو. نعم مصطفى، اسمعك ونرى الصوره معك، ارجو ان تتركنا قليلا مع الصوره، لكن اشكرك قبل ان اغادر هذه الحلقه مصطفى. تتركنا عمرو هذه قليلاً. لقطات حيه من ميدان النهضه. نعم شكرا جزيلا للزميل مصطفى ميزار المتواجد الان في محيط جامعه القاهره، وقد اكد بالطبع خلو وكامل تعقيم المنطقه ككل، وقد غادرت السيارات الخاصه بالشرطه وكذلك السياره التي استخدمت في اسقاط الشبكات المحمول حتى لا يتم تفجير اي عبوه رابعه او عبوه ناسفه رابعه. الحمد لله ان هذا الموضوع
وقف عند هذا الحد. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقة اليوم تجميعا لما يحدث في الشارع المصري على مدار اليوم، وخصوصا أحداث جامعة القاهرة ومحيطها على مدار الساعة. شكرا لكم لحسن المتابعة، ولم يتبقى لنا سوى تفكير بحلقة الغد بإذن الله، وهل هي البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة ستؤثر فكريا في أي مرشح سيتوجه إلى صناديق الانتخاب؟ هذا موضوع حلقة الغد بإذن الله. نشكر لكم طيب المتابعة، ونتمنى دائما السلامة للشعب المصري والمجتمع المصري ككل. نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.